السلام عليكم، أهلا بكم إلى الموجز الرياضي. بداية، يبدو أن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي قرر طي ملف اتحاد كرة القدم ومعه ترشح روراو لعهدة جديدة على رأس الفاف، رافضا الخوض في القضية خلال خرجاته الأخيرة، والسبب نكتشفه في سياق تقرير الزميل محمد قريشي. ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وترشح الرئيس المنتهية عهدته محمد روراوة من عدمه لم يصبح أولوية لدى وزارة الشباب والرياضة، فخرجة الوزير الهادي ولد علي الأخيرة التي حملت في مشهدها تجاهلا تاما للقضية جاءت لتؤكد أن الوزير أدلى بدلوه وانتهى، تاركا الكرة في ملعب الجهة المعنية، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن رئيس الفاف لن يترشح رسميا. خطوة يريد بها الهادي ولد علي وفقا لمصادر مقربة غلق المنافذ أمام الموالين للرئيس المنتهية عهدته وكتم أصواتهم المشككة بتدخل سياسي في هيئة رياضية. عطى رايه، رايك كي تمدوا مره بصرامه يعني يكفي باش تعبر عليه. تنساش فيدراليه عندهم اون اسامبلي جينيرال سوفران هي اللي تقرر، وقال لك بلي لازم يفوك يروندي كونت للشعب الجزائري ولازم ما كاش واحد اللي ما يتحاسبش. ترك الحرية للجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم وعدم التأثير في مسارها نحو اختيار مصيرها سبب آخر جعل وزير الشباب والرياضة يتخذ من الصمت حكمة فاسحا المجال للشفافية. فتأكيد الوزير في خرجته على ضرورة تضافر الجهود لتشريف الراية الوطنية في المحافل الرياضية إشارة واضحة على عزمه ترك الأمور تسير بطريقة عادية وفي هدوء وفقا لما هو معمول به في مختلف اتحادات العالم، فالأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس ولا حاجة لتوضيحات أخرى.